مساء الخير مشاهدي صوت بيروت انترناشونال ومشاهدي بيروت سيتي عبر صفحات فيسبوك. أنا معكم حسين خريس من البسطة مباشرة قبل ساعة من الإفطار لحتى لي شوف شو هي الأجواء الرمضانية اليوم من هذه المنطقة. ولكن يلي لفتنا هو وجود محل صغير هون في هذه المنطقة الشعبية، وهي المنطقة المتاخمة للنويري والتي تصل كمان النويري بمنطقة البربير. مرحبا رئيس، يعطيك العافية. أهلا وسهلا. العافية. قد ايه الكعكة عندك الصغيرة؟ كعكة 300 30,000 الساعة بتجي. قد ايه الكعكة اللي قلت لي عنها الصغيرة؟ كعك العباس. كعك العباس بتجي ب 5,000 السادة الصغيرة و 12,000 اللي بتمر، وفي كبيرة بتجي هيك ب 10,000. قد ايه بتكلفك هيدي؟ ما بعرف صراحة. بعد في شيء ب 10,000 وب 5,000؟ 10,000 بس عندنا في كل شيء. والله انت اصحى خمسة مظبوط. عندي كروسان ب 40,000، كعكة السميد 35، السميد التركي هيدي ب 40,000 قلبة جبنة. فيها شوكولا، في منها زعتر، في منها تمر، في البريوش، في الكروسان، كله 40,000. والكعك الصغير 5,000 وب 10,000 وب 10,000 الأكبر بتجي. شكرا لك حجي. أنت بتشتري من هون على طول؟ شو رأيك بالأسعار عنده؟ عادي 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 ولا أرخص من غيره؟ أرخص من غيره. شكرا. رح انتقل شوي للأشخاص الموجودين هون بهيدي المنطقة. هون هيدي المنطقة بتشهد زحمة جميلة بشهر رمضان. معزوم أو عازم؟ مدعو أو مرحبا؟ معزومة أو عازمة حدا؟ لا معزومة حدا ولا معزومة. كم مرة صرتي معزومة بشهر رمضان؟ ولا مرة. ليش؟ معزومة لحد الأوضاع الاقتصادية. معزوم أو عازم؟ معزوم. أي تكلفة أكتر إذا كنت عازم أو معزوم؟ المعزوم بتكلفك أكتر. أكتر. ليش؟ لأن ما في مصاري بالبلد، بطل في مصاري. شكرا. مرحبا عم، معزوم أو عازم حدا على الإفطار؟ لا عازم حدا. أيها بتكلف أكتر، إنك تعزم ولا تنعزم؟ الثواب عند الله، ما بيسأل واحد على الأجر. مفهوم. عم نحكي نحن ماديا، أيها صارت تتكلف أكتر، إنك تعزم حدا ولا إنك تنعزم؟ أكيد تعزم، بعدك يعني عم تدفع مصاري، ونرجو من الله الثواب. نحن ما بنسأل لا عن مصاري ولا. الله يرزقك. مرحبا ستنا، معزومة أو عازمة؟ لا معزومة ولا عازمة. من أول رمضان لهلأ كم مرة عزمتي أو عزمتي؟ ما عزمت، بس كم مرة عزمت؟ 5 مرات. طب أيها التكلفة أكتر، إنك تنعزمي أو تعزمي؟ تعرف شو؟ لا والله إن عزم تكلفة أكتر، لأنه أنت بتعرف من تحضير البيت بتقدر تعمل تسيسر حالك، بس لك تطلع لبرا بدك تجيب شيء منيح معك، فلا مكلفة أكتر إنك تنعزم إنك أنت تفطر بالبيت. شكرا لإلك. لا إلك. عيط له. كيفك حجة؟ معزومة أو عازمة حدا؟ لا أنا معزومة عند أمي. أيها بتكلف أكتر، إنك تعزمي أو تنعزمي؟ لا بدي أعزم أنا أكيد. لما بتعزمي بتكلفك أكتر؟ أكيد طبعا، سبحان الله. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. مرحبا، عازم أو معزوم؟ لا أنا ما عازم حدا. أيها بتكلف أكتر، أنك تنعزم أو تعزم؟ والله ما فكرت. لهلأ العالم قليل ما مرحبا، فينا نحكيك؟ عازم أو معزوم؟
لا راجع على البيت، لا هيك ولا هيك. كم مرة انعزمت من أول رمضان لهلا؟ ولا مرة ولا بروح. ليه ليه ليه؟ بدك احكي غير ليه طيب؟ بنت بتحكي بنتي ليه ليه؟ قصدي ليه؟ لا لا بارك الله فيك حبيبي. شوفي هيقطع اس بي اي اس بي اي. مرحبا حجي، عزمة أو معزومة؟ لا معزومة. شو رأيك أيها بتكلف أكثر، إنك تنعزمي أو تعزمي؟ نفس النتيجة لأنه ما بتروح فاضي. يعطيكم العافية. إذن هيدي هي الأجواء من أمام البسطة. مرحبا عم. أهلا وسهلا. شو رأيك اليوم أيها بتكلف أكثر، إنك تنعزم أو إنك تعزم على الإفطار؟ أعزم. بتكلف أكثر؟ بتكلف الحمد لله، هذا كله من عطانا إياه رب العالمين. مفهوم مفهوم، بس أيها بتكلف أكثر، إنك تكون معزوم أو عازم؟ المعزوم المعزوم طبعا. ليش؟ بتكلف كتير، صافي تطلب اللي بدك إياه. مين أبو سعيد اللي عم بيقولولنا عنه؟ رح نشوف مين هو أبو سعيد اللي طلبوا منا انه نعمل معه مقابلة. هيدي منطقة البسطة لهلأ محافظة على هيدا الاكتظاظ بهيدا الوقت قبل الافطار، ولكن الاقبال مش مثل قبل. ابو سعيد مرحبا، اياها بتكلف اكتر انك تعزم على الافطار او تنعزم؟ نعم. أيها بتكلف أكثر، أنك تعزم أو تنعزم على الإفطار؟ أعزم. كم مرة صرت معزوم على الإفطار؟ ما بنعزم ولا مرة. كم مرة صرت عازم على الإفطار؟ أبدا. ولا مرة كمان عزمت حدا؟ ولا مرة. أولاد. لا بتنعزم ولا ولا بتكون أولاد. معزوم أولادي. أولادك بس. الله يخلي لك إياهم. الله يحفظك. أبو سعيد مشهور بالليمونادة. مرحبا، اياها بتكلف اكثر انك تعزم على الافطار او تنعزم؟ اكيد انعزم. صارت تتكلف اكثر من انك تعزم؟ اكيد. ليش؟ صرت عم تدفع 4 مليون جات حلو. لما تروح على العزيمه كم مره عزموك بيت عمك؟ ولا مره بعد لهلا. انت ما لبيت او ما عزموك؟ لا بعد لهلا ما عزموني، بس جاي يعني الطريق يعني جايين بدهم يعزموني. كم مره صرت معزوم من اول رمضان لهلا؟ تقريبا شي مرتين تقريبا. قد ايه كلفتك انك تكون معزوم؟ يعني شي 10 مليون. يعني بالبيت اوفر. بالبيت اوفر اكيد. شكرا لك. اذا هيدي المنطقة مشهورة. مرحبا حجي. لا ما الجديد، نحن اس بي اي هيها بيروت سيتي صوت بيروت. رحمة الله وبركاته. عليكم السلام. كم مرة صرتي معزومة حجي على الافطار؟ انا بضلني عند اولادي ما بنعزم. ما بروح لاني بظهر من الدرس لطاعة الله. أنا برأيك اياها اوفر انك تكوني معزومة او عازمة حدا؟ لا اعزم ليكسبك الأجر والثواب عند الله. إيه إيه مفهوم، بس نحن عم نحكي ماديا ماديا، أيها بتكلف أكثر؟ ماديا الله أعلم وأحكم يا أمي، عم نرقع ترقيع بهالحياة الحمد لله. الله يرزقك. حبيب قلبي جزاكم الله خيرا. آمين وفيك. يلا رح نحاول نختم مع الشباب. مرحبا شباب. سؤال، كم مرة صرت معزوم برمضان؟ ولا مرة. ليش؟ ما في مين بده أبيت؟ مين بده يعزم مين؟ يعني قرايبينك خالاتك؟ قرايبيني بلا. حنتقل لك. ليك اليوم أيها بتكلف أكتر، إنك تنعزم أو تعزم؟ ليك الاثنين، الاثنين صارت على العالم كلياتها. هدول إذا عزم بتكلف وإذا هيدا عزم بتكلف. شرح لي كيف؟ إذا أنت معزوم كيف؟ معزوم مجمع العزميني عجيبين أكل وحلويات لجيب معك حلو كمان. الحلو هلأ كان بالأول جيبه بمئتين ألف، صرت عم جيبه بمليون ومئتين ألف، يعني كله بيكلف صح ولا لا؟ يعني أيها أكثر؟ على الاثنين على الاثنين. وأنت كم مرة صرت معزوم؟ كل يوم نعزم مرة. قدي بتك شو اللي بيكلف أكثر، أنك تنعزم أو تكون معزوم؟ نعزم أكون أكثر. إذن أكثرية الناس هون بتقول انه
إذا انعزمت على الإفطار بتكلف أكتر، لأنه لما تنعزم على الإفطار فأنت طبعاً مطلوب منك أنك تفوت عند الناس يلي أنت مدعو لعندهم يلي عزموك، وبإيدك أكيد حلو. كيف الأسعار عندك؟ يسعد لأوقاتك. السلام عليكم. عليكم السلام. مقبول إن شاء الله. كيف الأسعار عندك وكيف الإقبال؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. برأيك إذا أسعارنا الحمد لله باللبناني ما عملنا بالدولار كله إن شاء الله غير شكل إن شاء الله. بالنسبة للناس أيها أوفر لأن تعزم أو تنعزم؟ بهالأيام الله كريم، رمضان كريم وبس، رمضان كريم والله أكرم. إذن يعني طبعا معظم الناس هون يعني اليوم شاعرين بروحانية عجيبة قبل ساعة من الإفطار. معظم الأجوبة كانت أنه الله تعالى هو الرزاق وأنه اللي بده ياخد ثواب ما بيسأل. طبعا كان في أجوبة بأنه لما بتكون معزوم هذا الأمر بكلفك أكتر من أنك أنت تكون عازم حدا على الإفطار. في أجوبة كمان كانت بأنه أنك تكون معزوم أو تكون عازم على الإفطار التكلفة هي ذاتها. نحن إن شاء الله رح نكون معكم بسؤال جديد وبيوم جديد آخر حول الأجواء الرمضانية وكل ما يتعلق بهذا الشهر المبارك الكريم. كنت معكم أنا ورواد جرمانوس من منطقة البسطة. تابعونا.